اهلا وسهلا بيكم مره تانية، معاكم اسلام سالم قناه كول اكاديمي، والمره دي توين موشن، وهنشوف بعض حاجات جديده في توين موشن اخر نسخه 2022.2. برنامجنا الجميل توين موشن، احنا كنا قلنا ان في حاجات هنقارن بينها بين التوين موشن واللوميون، بس يعني ده مش موضوعنا النهاردة. في حاجات جديدة نازلة في التوين موشن، يعني هنبص على بعضها دلوقتي وهنشوف ايه اهمها بالنسبة لنا. يعني هو في عندهم اهم حاجة، اهم ميزة وضيفت في التوين موشن، اللي هو انك انت ممكن تجيب من اكبر مكتبة للمودلز السكتش فايل. ده طبعا غير يعني الكويكسل عندنا، في عندنا الماتريالات، يعني مثلا لو دخلنا للديكو، وده كنا لسه في اللوميوم بنبص عليه. في عندنا ايه، وود، تري، ستريت، ميتال، كونكريت، ما اي حاجه. كريكس يجيب لك في عيوب هنا في ممكن تضيفها. طيب ممكن تضيفها ازاي؟ بنعملها داونلود، ولما يتعمل داونلود بنروح ساحبينها وحاطينها على المكان اللي احنا عايزين نحطها عليه. طبعا يمكن شايفينها اهي، بان العيب هنا ايه، هو المفروض ده يظهر في الكونكريت، فاحنا ممكن ببساطة نروح على الخامات دي ونختار ان هي تبقى يعني فين الهايبراري ماتيريال ميتال وود كونكريت. كده مثلا و كده يبقى دي العيوب بتاعتنا، بنحطها نفس الديكو بتاع التوين موشن بس موجود هنا من مكان اهو، ممتاز جدا، ونقدر نحط منه كل اللي احنا عايزين نستخدمه هنا برضو. غير الديكو في 3D assets، في عندنا مكتبة يعني رائعة جدا من هنا. عندنا المهم بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو بيدخلنا على مكتبة سكتشفاب. احنا عارفين ان هو من اكبر المواقع اللي فيها مودلز، وهنا هو بيقول لك ان المودلز عندك مجاني ممكن تستخدمه، بس بيبقى فيها شروط. في بعض حاجات بيجي يقول لك مثلا التفريم ممكن تستخدمه، لكن في عندك ايه مثلا هنا، اذا استخدمته للتجاري لازم تدفع كريدت الشخص صاحب الموديل ده، وممكن تفتحه في سكتش فاب وتشوف ايه الموديل ده اهو، وادي الشخص المالك. لكن هو بيديك الفرق بقى في هنا، لما بنيجي نستخدمه في تول موشن ما نتوقعش ان هو هيعمل الانيميشن. يعني هنا لو بدأنا هنا الموديل هنا بانيميشن، ممكن هنا تنزله، وانا انصح ان احنا ننزله هنا عشان نستغله مره تانية في حاجه تانية. اوكي، لكن الموديل لو نزلته هنا، ادي ندوس مثلا على الزرار ده، دوسنا عليه ونسحب الموديل على طول هنا، ادي الموديل. مفيش انيميشن بس الموديل موجود، اقعد غير فيه ونغير في الماتيريال بتاعه وكل شيء، بس الموديل موجود عندك. ايه ممكن تكتب هنا اي حاجة، عربي، احنا عايزين انجليش. نوع عربية، اي حاجة انت عايزها ممكن تكتبها، ممكن تحددها. عندك عايز مثلا موديل مبنى زي كده، اي حاجة، بتدوس على داونلود وتسحب المبنى عندك او الشيء عندك، بقى عندك مكتبة رهيبة جدا.
تعمل فيها الإديت اللي أنت عايزه هنا. دي من أهم الإضافات، يعني أنا شايفها إضافة ممتازة جدا من السكتش فاب. عندك كل شيء هنا موجود، كاركترز، يعني كل الناس اللي شغالة في سكتش فاب أنت عندك تقدر تنزل تقريبا 90% من المودلز بتاعهم هنا. بس طبعا تشوف ايه القواعد بتاعتهم انت، يعني بقول لك هنا لو دوست على يو ماست باي كريدت تو اف يو اف ذا كوميرشال يوز، اف يوز ات فور كوميرشال يوز. تبعت لمين؟ لميرا. فين ميرا؟ اللي هي انت هنشوفها في سكتش فاب لو فتحنا هنا، اللي هو المصمم ده. وطبعا قلنا ان هو الانيميشن ما بينزلش معاه، ودي حاجه متوقع ان هي احتمال يعالجوها ولا انها تبقى بالصعوبه، لان توين موشن ما بياخدش الانيميشن زي لوميوم ما بيستقبل الانيميشن. حاجه تانية من اللي اتكلمنا عليها واللي من برضو الحاجات المهمه جدا وتعتبر طفره كبيره جدا في التوين موشن، المجموعة دي مثلا السفاير دي، لو احنا عايزين نعمل لها انيميشن. انيميشن. طب انيميشن ازاي؟ ده الغريب بقى ان هو برنامج زي كده بيقدر ينزل لك خاصية. عشان كده بقول لكم انا يمكن في حاجات شايفها في التوين موشن ان هو هتبقى حاجات قوية جدا جدا جدا. لو دوسنا هنا، خلينا بس كده شوية ندوس هنا، ده انيميشن جرافيتي. وطبعا بدل بدأ بكده يبقى ممكن هيطورها وهيطور هيطور هيطور لغاية لما يديك كل اللي انت متخيله. واكيد لوميوم برضو هيحاول ان هو ينافسه في ده. يعني انا شايف ان هو التوين موشن بيتحدث بطريقة جامدة جدا. ده الويزرينج، لو في عندنا أشجار. فاكرين لما قلنا إن اللوميون بيديك تقسيمة الأشجار وليها أعمار ونوع الشجرة في التقسيم الجديد بتاعه في الحلقة اللي فاتت، ان هو بيديك الشجره صغيره واكبر واكبر واكبر. طيب مفيش الكلام ده هنا اهو، شجره واحده. وانت ممكن، انا في رايي ان هو كده بيديك امكانيات اكتر بكتير جدا من انك تحط الموديل نفسه كشجره وتقعد تختار منها. فهو في صراحه في تسهيلات جامده جدا في التوين موشن. شايفين احنا دلوقتي الايفكت اللي احنا كنا بنشرحه في اللوميون، الاوتوم اللي هو بيديك تأثيرات الخريف والشتاء وتغيير الالوان على الشجر، هنا اهو اوتوماتيك بتقدر تغيره في توين موشن. توين موشن من الحاجات المهمة جدا برضو فيه ان هو اداك امكانية انك انت تطلع، مثلا احنا هنعمل الصورة دي، اعمل لي الصورة دي يا عم اهي، وتعالى الاكسبورت حط لي الصورة دي بانوراما. لا بلاش بانوراما. طيب الصورة دي اللي انت عملتها، احنا مش هنا، هنرجع تاني للايمج، ادي الصورة، وهندوس له هنا فورمات. بص يا جماعة هنا الفورمات مديني الكام؟ 16K 8K 16K. طب 16K انا ممكن اعمل ايه؟ لو انا فتحت التايلد ريندرينج بقت 16K، احنا متخيلين الشكل بتاعها هيبقى حجمه قد ايه؟
يعني خلينا كده نطلع صورة 8K بس مش 16K، خلينا من ده وخلينا نطلع صورة 8K بس. كويت من ده، تعال هنا ادي الايمج، وديني الاكسبورت هنا وخلص ريندر. نشوف الصورة، يعني اكيد الحجم مختلف بس برضو محتاجة كواليتي اكتر من كده، ممكن تبقى فيه كواليتي اكتر من كده رغم ان الحجم فعلا مختلف، بس انا يهيالي ان هو الموضوع ده هيكون افضل وافضل في البانوراما 360. ودي برضو في عنده تحديث ممتاز فيها، يعني خلينا نروح هنا نقف كده هنا مثلا و بتنجن مش دي، نروح هنا بانوراما ديليت دي، يعمل لي نيو بانوراما وعلى الريندر. ايوه احنا عايزين البانوراما دي ومش عايزين الصورة دي، و ريفرش ادي البانوراما ونقول له اكسبورت البانوراما دي مثلا، نفس الشيء اعمل اكسبورت. معلش يا جماعة هنسمع صوت زيادة شوية، فأنا مزود التبريد للكمبيوتر بطريقة بشعة. ونشوف الصورة البانوراما، يعني ممكن الواحد يعمل بيها شغل كويس يعني زي كده مثلا، ممكن نشرح كل الشغل بتاعنا بطريقة أفضل بكتير. وهم هنا يعني الناس مقدمين شغل ممتاز مبدئيا يعني، لكن انا يهيألي ان احنا متوقعين كتير جدا من توين موشن، خاصة ان توين موشن محدث كتير في طريقة الاضاءة والريتريسينج اللحظي، واحنا بنتفرج على البرنامج، بنستخدم البرنامج قدامنا بيعمل له ريتريس لحظي واحنا بنتفرج، وبيعمل لك شبه ريندر كامل للصورة، بتشوف كل امكانيات الصورة قدامك. وده برضو اللي ممكن نشوفها في الديمو، بياخد وقت بس عشان يطلع الصورة. وده فرق بينه وبين اللوميون، شايفين ظبط الصورة وطلعها، ده فرق بينه وبين اللوميون. اللوميون أسرع شوية في المرحلة دي. نفس الشيء احنا لو شفنا الديمو ماتيريالز، الديمو مش مشكلة سيف،
ادي الديمو. طبعا على حسب قوة الجهاز وقوة الكارت. عفوا، بس ما انصحش بتفعيل خيار الباست ريسر ده، يعني ما انصحش بتفعيله طول العمل، لان هو هيبطئ العمل جدا 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 جدا. احنا بس بنشوف بالصورة الفاينل بتاعها هيطلع ازاي، وهنعمل حلقة تانية ان شاء الله هنشوف ايه المؤثرات وازاي نطلع اعداد صورة بيرفكت بالتوين موشن. وبعد ما هنطلع صورة الممتازة بالتوين موشن هنعمل مقارنة بينها وبين صورة باللوميا. طبعا التوين موشن احنا مش يعني في ناس يعني بتستقل بيه، وده شيء في رأيي خطأ جدا. توين موشن شركة ضخمة جدا، شركة ايبك جيم، وبتعمل حاجات جديدة زي ما شفنا جرافيتي. شايفين ادي الفاينل بتاع الصورة، بس احنا ده عشان نشوفه لما نوقف على الصورة ونحاول نشوفها، مش عشان نتحرك ونعمل ايديت بي، وإلا مش هنتحرك كده. الحركة سريعة كويسة، لكن لو شغلنا فعلنا الخيار ده، وخاصة ان احنا ممكن هنا نختار ايه الليفل اللي احنا عايزينه. هنا ممكن لو ميديوم هاي، خلينا في اللو عشان التايمينج. بس كده ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم في الحلقه دي، وان شاء الله هنعمل حلقات تانية بتوين موشن، لان توين موشن غني جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، مع السلامه.